الجيش الإسرائيلي يعلن رأس الناقورة وشلومي وحنيتا وأدميت وعرب العرامشة مناطق عسكرية مغلقة. وكان يوم أمس أيضا أعلن عن بعض المناطق منها المالكية والمنارة ويفتح أيضا مناطق عسكرية مغلقة ويمنع الاقتراب منها منعا باتا. إذا يعني نتحدث أيضا القناة 12 اليوم تحدثت عن أن السنوار يعاود الاتصال بالوسطاء من أجل تحقيق صفقة لتبادل الأسرى، وهذا ما يبرر الاجتماع الذي عقد يوم أمس الذي عقده نتنياهو مع فريق التفاوض وأيضا مع بعض السياسيين والأمنيين، وأيضا يبرر اليوم الاتصال الذي حدث في يعني بين بايدن وبين رئيس الوزراء حول الحديث عن إعادة أو استئناف الحديث عن صفقة التبادل. واليوم هناك كان بمناسبة 7 أكتوبر كان هناك بيان لهيئة المحتجزين لدى حماس طالبوا فيه مرة أخرى نتنياهو بالحديث وإلى إعادة الاستئناف يعني اتفاق صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين مع حماس. إذن هذه التطورات التي نشهدها يعني بهذه التصريحات يعني تعيد أو تؤكد أنه ما يحدث في الأيام القادمة ربما أن يكون هناك استئناف للمفاوضات على صعيد غزة لاستئناف أو صفقة التبادل المحتجزين. أما على الصعيد الميداني فقبل قليل دوت صفارات الإنذار في تل أبيب والمناطق المحيطة بها وأيضا بالقرب من مطار بن غوريون، وتم طبعا رصد صاروخ باليستي أرض أرض قادم من اليمن. الدفاعات الصاروخية انطلقت طبعا الصواريخ الدفاعات انطلقت من القدس المكان الذي نقف فيه باتجاه هذا الصاروخ وتم اعتراضها. أيضا كانت هناك صفارات إنذار على حيفا وعكا.